السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور خالد بسيوني، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، ماجستير جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الإسكندرية، مستشفى مانع العام بالدمام. هتكلم اليوم عن بعض الخدمات المقدمة عندنا في العيادة فيما يخص أمراض الأنف، حيث نقوم بعلاج الأمراض التي تؤدي إلى صعوبة التنفس من الأنف، مثل اعوجاج الحاجز الأنفي، التهابات الأنف ناتجة عن الحساسية المزمنة بالأنف، تضخم قرنات الأنف السفلية، التهابات الجيوب الأنفية المزمنة ولحميات الأنف. هذا بالإضافة للقيام بعمليات تجميل الأنف بجميع أنواعها، وخاصة تشوهات الأنف الملتوية والتي غالبا ما يصاحبها صعوبة في التنفس من الأنف. أما فيما يخص أمراض الأذن، حيث نقوم بعلاج الأمراض التي ينتج عنها ضعف السمع، مثل تجمع سوائل الأذن الوسطى والتهابات الأذن الوسطى المزمنة وثقب طبلة الأذن. مع تمنياتي للجميع، شكرا.